العود الجاوي الذي يتم استخراجه من إندونيسيا وترجع تسميته بهذا الاسم إلى الجزيرة جاوة الإندونيسية التي تحتوي على غابات واسعة تشتمل على كميات كبيرة من أشجار العود الجاوي. أيضا يمتلك هذا البخور آثارا متعددة مفيدة للجسم، حيث يتم استخدامه كعلاج فعال الكثير من المشكلات الصحية، ويرجع هذا إلى التركيبة الطبيعية الخاصة به. ويتم استخراج هذا البخور من جذوع الأشجار المرتفعة للغاية والتي تبلغ أكثر من 30 متر، فيقوم العاملين على خدش الخشب خارجا منه سائلا صمغيا يصير كتلا متجمدا بعد تعرضه للهواء الطلق. هذا المنتج متوفر والعديد من المنتجات متوفرة حاليا على موقعنا ومواقع التواصل الاجتماعي. يمكنك الآن الطلب أونلاين والتوصيل حول العالم.